لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الإسلام دين بني على العقل، كل حكم من أحكام الإسلام مبني على حكمة، على سبب صحيح عقلاني. في بعض الأحيان نحن قد نكتشف تلك الحكمة وذلك السبب، وفي بعض الأحيان قد لا نعرف ولكن نعلم بأن هذا الحكم وهذه القضية هي من حكيم لطيف يعلم دقائق الأمور. بعض الأحيان إذا الإنسان لا سمح الله ابتلي بداء بمرض يراجع الطبيب، الطبيب يكتب له وصفة، قد هذا الشخص يعلم سبب هذه الوصفة وأن هذه الوصفة السبب في أن الطبيب اختار هذا الدواء ما هو، ومرة لا يعلم الإنسان، أكثر الأحيان غير الأخصائيين لا يعلمون ولكن يمتثل لأمر الطبيب حتى إذا كان الدواء مرا أو كانت الإبرة موجعة. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذا الطبيب حكيم دارس، شخص الداء وشخص الدواء. أحكام الله عز وجل كلها مبنية على علل دقيقة وأسباب، قد نحن نكتشف تلك الأسباب وقد لا نكتشف. عدم معرفتنا بسبب ذلك الحكم لا يعني ترك هذا الحكم. لماذا؟ لأننا نعلم بأن الذي جاء بهذا الحكم هو لطيف خبير يعلم كل دقائق الأمور. الله عز وجل خلق الإنسان وهو يعلم كل شيء وكل حاجة لهذا الإنسان وكل شيء يكون في ضرر هذا الإنسان. فإذا إحنا ما امتثلنا لأمر الله عز وجل فنحن المتضررون، لأن الله عز وجل غني عن جميع العباد، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، الله غني عنا لا يحتاج إلينا. فكل شيء، كل حكم بسبب دقيق واضح. ولذا الإسلام على رغم الصعاب التي واجهها، على رغم المشاكل الكثيرة التي ابتلي بها المسلمون، على رغم أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين يمثلون الإسلام الحقيقي كانوا مطاردين، مع ذلك الإسلام في انتشار،
التشيع في انتشار في هذه الأيام، على رغم أن أدوات التبليغ للإسلام وللتشيع ضعيفة، وعلى رغم أن أعداء الإسلام يمتلكون كل وسائل القوى من مال، من إعلام، من دول، من رجال، ولكن الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم. أسرع الأديان انتشارا في العالم هو الإسلام. قلت على رغم أن وسائل الدعاية والتبليغ للإسلام ضعيفة، نحن لا نمتلك فضائيات، لا نمتلك إذاعات، لا نمتلك جرائد، لا نمتلك المال الكافي للتبليغ للإرشاد، وعلى رغم أن هناك محاربة شرسة للإسلام، لماذا الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا؟ الجواب: لأن الإسلام قوانينه مبنية على حكم صحيحة تلائم فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها تلائم فطرة كل إنسان. إذا هذا الإسلام وصل إلى إنسان منصف فكر فيه يقبله، لأنه مطابق للعقل. أنت تروح للأديان الأخرى في كتبها المقدسة من الخرافات التي لا يقبلها أي إنسان، لا يقبلها أي عقل، فقط وفقط الجماعة يتبعون تلك الأديان تقليدا لآبائهم. النصرانية تقول بأن الإله في عين الحال اللي هو واحد هو ثلاثة، أب ابن روح القدس. زين شلون يصير واحد هم يكون واحد هم يكون ثلاثة؟ أي عقل ما يقبله. عندما تتناقش معهم يقولون أن هذا الأمر فوق العقل، عقل ما يقبله. إذا تذهب إلى كتابهم المقدس ترى أن هذه من الخرافات، أن يعقوب عليه السلام صارع الله عز وجل كأن الله جسم مثلا نازل مصارعة من الليل للصبح. ويعقوب عليه السلام حسب هذه الخرافة اللي موجودة في كتابهم المقدس، كتاب المقدس اللي يعتقدون به، يعقوب كامش الله ما يعيفه، والله يقول عيفني عندي شغل، يقول لا ما يصير إلا أن تجعل النبوة في. وحسب خرافتهم الله عز وجل حتى يتخلص من يعقوب قال له أنت نبي وراح، ذاك عافه. لأن هذا يا عقل يقبله. أو إذا تجي لليهود مثلا في اعتقاداتهم من الخرافات ما لا يعد ويحصى في كتبهم المقدسة، في كتبهم المقدسة يقول موسى عليه السلام قال إذا دخلت إلى مدينة، هذا حسب اعتقادهم في كتابهم المقدس التوراة المحرف الذي حرفوه، يقول موسى إذا دخلت في مدينة فاقتلوا رجالها وأطفالها وحتى الحيوانات وأحرقوا الدور. زين هذا نبي من عند الله هكذا يقول، لا يقبله أي عقل، على رغم أن النصارى مجيرين المليارات للتبشير ما يتوفقون إلا بالقليل، ولكن الإسلام على رغم المحاربة له ترى هذا الانتشار الغريب الذي ينتشره. الله عز وجل يأكد علينا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن إذا أردنا أن ندعو الناس إلى الإسلام، لأن كل واحد مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زين احنا هذا الدين الجميل، هذا الدين الذي يلائم فطرة كل إنسان، هذه الشريعة السهلة السمحة، هذه الشريعة ينبغي علينا أن نعرضها للناس بطريقة مناسبة حتى لا يتنفرون من الإسلام بسبب أفعالنا، لأن الناس عادة ما يميزون بين الفكر وبين حامل الفكر. إذا حامل الفكر كان إنسان سيء يقولون الفكر هم سيء. إذا احنا مثلا دخلنا في مدينة، وفرضوا مثلا في مدينة في الصين، وذول عندهم دين خاص، وشفنا الناس يتعاملون بتعامل نقول أكيد دينهم يقول لهم هذا التعامل تعاملوه.
هسه هذول يطبقون دينهم ولا ما يطبقون دينهم؟ عادة الإنسان يفكر هذا التفكير أنه هذول يتبعون دينهم، إحنا هم تصرفاتنا تأثر على الناس بحيث أنه يتصورون هذا هو الإسلام. لذا الله عز وجل يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة شنو هي؟ الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، هذا الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها. إذا إحنا فالطبيب أخصائي جبناه في عيادة أو في مستشفى هذا حكمة، أما إذا جبنا فالطبيب أخصائي خليناه رئيس على نقابة المهندسين مثلا هاي مو حكمة. ليش؟ لأن الشيء لم يوضع في مكانه المناسب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أولا وضع الأشياء في مواضعها والموعظة الحسنة، عندما تعظ الشخص عظه بأسلوب حسن، لا تستفزه، لا يكون بشكل أنه أنت تعظه وهو يعاند بحيث أنه يوصل إلى حد العناد. سامعين أن الإمام الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام رأيا شيخا، قد رجل يعني كبير السن، يتوضأ وضوء غلط. كان إذا طفل يجي يقول لرجل كبير السن يابا وضوءك غلط، يمكن هذا ما يستسيغها، يمكن يعاند. فماذا فعل؟ جاء عنده وقال يا شيخ احنا نريد نتوضى، شوف يا هو منا وضوء احسن، انت الحكم، انت حكم، شوف منه الوضوء احسن. فتوضى الامام الحسن عليه الصلاة والسلام بالوضوء الكامل، وتوضى الامام الحسين عليه السلام بالوضوء الكامل. فالشيخ ماذا قال على الرجل كبير السن؟ قبلهما وقال يا ابناء رسول الله وضوءكم كامل، اني وضوءي كان غلط. إذا من الأول يقول له أنت وضوءك غلط يمكن يستفز، يمكن ما يقبل، يمكن يعاند. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الكوفة، زين الخوارج هم كانوا، الخوارج ذول جماعة كانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكثير منهم كانوا قراء للقرآن، ولكن مستوى فكرهم كان داني. في يوم صفين وجيش أمير المؤمنين على قاب قوسين أو أدنى من النصر، قاب قوسين أو أدنى من النصر، بحيث أن معاوية كما يروي ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، معاوية شاف جيشا هزم فهو ركب على فرسه ووضع رجله في الركاب حتى يشرد إلى هذا الحد. يعني إذا ثواني ثواني بس كانت الحالة مستمرة، خلاص جيش معاوية كان مهزوم والفتنة كانت تنتهي وإحنا كنا إلى يومنا هذا متنعمين. ذولا جابوا حيلة ورفعوا القرائن على المصاحف، بيننا وبينكم كتاب الله، مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين انخدعوا بهذا الأمر، أدري 10,000 12,000 شهر وسيوفهم على أمير المؤمنين، قالوا له لا توقف الحرب لو هنا نقتلك. ماذا يفعل؟ هذه فتنة داخلية صارت، وهي الفتنة الداخلية دائما أسوأ من الفتنة الخارجية، تخرب أكثر. فأمير المؤمنين أرسل على مالك الأشتر أنه ارجع. مالك الأشتر بس خبر أنه يا أمير المؤمنين دقائق بس يخلص، أمير المؤمنين قال له ارجع، أنت تخلص معاوية وإمامك مقتول أحسن، لو إمامك خليه يبقى حي. زين ذولا بعدين قالوا الحكمين، والحكمين انخدع هذا الشخص اللي عينوهم أمير المؤمنين، ما قبل أبا موسى الأشعري، ما قبله، بس هم جبروا الإمام على قبول هذا الشخص، وصارت المسار، صارت القضية. ذولا اجوا قالوا لا احنا أخطأنا، لازم كنا نكمل، وهذا كان كفر، فإحنا كفرنا وأستغفر الله ربي وأتوب إليه. وأنت يا علي ابن أبي طالب والعياذ بالله كفرت، أنت هم كفرت لازم تستغفر. زين أمير المؤمنين قال أنتوا جبرتوني، أنا ما كان من رأيي. على كل حال خرجوا على أمير المؤمنين في سنة 37 في معركة الصفين، كانوا يجون للمسجد، الإمام عطاءهم من بيت المال ما قطعه، على رغم أنه يكفروا عطاءهم من بيت المال ما قطعه. زين بعد ذلك يجون للمسجد يسبون الإمام ويشتموه ما يجاوبهم. في يوم من الأيام صارت مسألة، الإمام جاوب جواب جدا لطيف وجدا جميل، وكل كلام الإمام لطيف وجميل لأنه باب علم الرسول صلى الله عليه وآله. زين الإمام جاوب جواب جميل، واحد من الخوارج شنو قال؟
لعنة الله عليه. قال قاتله الله من كافر ما أفقهه. يعرض بأمير المؤمنين زين هذا الكلام والعياذ بالله. الأصحاب قاموا وشهروا سيوفهم يقتلوه. الإمام قال لا، سب بسب أو عفو عن ذنب. هو سبني سب، إما إحنا نسب وإما أن نعفو ونحن أولى بالعفو، عفى عنه. يوم من الأيام الإمام دي يصلي، واحد من رؤوس الخوارج اسمه ابن الكوى لعنة الله تعالى عليه، وسط الصلاة والإمام دي يقرأ السورة أو الحمد، هذا في وسط الصلاة بدأ يقرأ آية يعرض بالإمام عليه السلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك. يعني دي يقول له يا علي ابن أبي طالب أنت أشركت، هذا الخارجي زين. هاي آية من القرآن. الإمام احتراما لهذه الآية من القرآن سكت، يعني ما كمل قطع القراءة اللي كان دي يقرأها الحمد أو السورة، لأن الآية تقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. الاستماع والإنصات، إذا فد وقت شفنا قرآن يقرأ في مجلس، في فاتحة، في مكان، في مجلس، لازم نستمع، لأن الله عز وجل يقول فاستمعوا. الاستماع يعني الالتفات، مرة استماع واحد دا يمر ويسمع كلام، مرة لا استماع يعني خلي أذن على الكلام. وأنصت، والإنصات أكثر يعني الاستماع بشدة، وشوف هاي الكلمات شنو معناها، الإنسان يستفيد منها، لأن هاي الكلمات نور من الله عز وجل. الإمام احتراما لهذه الآية من القرآن قطع القراءة سكت، خلص الآية. الإمام عليه السلام كمل، هذا أردود مرة ثانية كرر الآية، والإمام احتراما للآية سكت. ومرة ثالثة، لما المرة الثالثة خلص الآية، الإمام جاوب بآية من القرآن. الواحد بالصلاة ما يصير يحكي يتكلم، ولكن يجوز أن يذكر الله عز وجل أو يقرأ آيات من القرآن. الإمام قرأ هاي الآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني أنا مقابل هذا الشخص أصبر، والله عز وجل وعد النصر للمؤمنين، أصبر الله ينصرك في الدنيا قبل الآخرة. وين الطغاة؟ هذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، والحمد لله الذي شرفنا بزيارته والصلاة بجواره، والحمد لله رب العالمين. الإمام الحسين على رغم أنه من يوم استشهاده وإلى يومك هذا الطغاة حاربوه، وكما قالت السيدة زينب عليه السلام: ولتشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في طمسه فلا يزداد إلا علوا وارتفاعا. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من ذاك اليوم إلى يومنا هذا الطغاة يحاربونه بمختلف الوسائل، بمختلف السبل. في زمان بني أمية كان واضح، الناس يجون للزيارة بتقية. في زمان بني العباس نفس الشيء، المتوكل العباسي هدم قبر الإمام الحسين 3 مرات، وقيل 8 مرات يهدمه، والمؤمنين يجون بالليل بالنهار كذا يبنوه، ومرة ثانية ومرة ثالثة. أجرى الماء على قبر الإمام الحسين بحيث أن الماء حينما وصل إلى القبر الشريف، لأن هاي المنطقة شوية منطقة واطية تدرون نازلة، إذا الماء جرى عليها تنغمر. الماء حار أطراف القبر الشريف فسمي بالحائر لأن الماء حار. بعدين أمر بأن يحرث هذا المكان، يزرعوه حتى يصير زرع كذا يضيع القبر. الثيران اللي تحرث اجت الى وصلت الى حد القبر ما تقدمت، كل ما يضربها هذا اليهودي اللي كان متوكل مخليه على هذه القضية، لان المسلمين ما قبلوا، ديزج اسمه كان او شيء من هالقبيل، يضرب الثيران ما تتقدم. كربلة شوية صار فيها عمار اطراف القبر الشريف، فقال المتوكل انه اذا 3 ايام بعد برئت الذمة من بقي في هذه الارض، كل الناس شردوا وكل البيوت خربوها. وسنواتهم طويلة مو قليل، حوالي 18 سنة هذا المتوكل حكم، وكان من أشد الناس نصبا وعداء. زين الإمام الحسين كان مستشهد أكثر من 200 سنة،
ولكن مع ذلك هذا العداء كان مستمر. المتوكل راح والحسين عليه الصلاة والسلام بقي. قتل المتوكل بيد ابن المنتصر ليلة الخميس في سامراء، يعني يوم الأربعاء بالليل ليلة الخميس المتوكل قتل. وإلى ذاك الوقت الزيارة كانت ممنوعة. ليلة الجمعة يعني ليلة بعد، كربلاء مليئة بالزوار كانت. زين، مسافة طويلة من سامراء إلى كربلاء، لكن الوقت تليفون وسائل وسيارات كذا ما كانت، من وصل الخبر للناس وشلون تهيئوا وشلون اجوا؟ بس هذا نور الله عز وجل، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون، في آية اخرى ولو كره المشركون. الاسلام، اهل البيت، الرسول صلى الله عليه واله، هؤلاء نور. انت اذا النور راويته لكل واحد يشوف هذا نور. أكو فد مثل يقول أنت مو لازم تلعن الظلام، أشعل شمعة تبين شنو النور شنو الظلام. بين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام شنو بقولك بفعلك، لأن الإمام الحسين عليه السلام يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هذا مو معناه أنه لا تبلغ بلسانك، معناه أنه عملك يكون عمل ملائم، عمل صحيح، بحيث أن الناس يقولون إيه ذول الشيعة، ذول أتباع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام يقول، الإمام الصادق يقول كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. الإمام الصادق يقول كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. إنسان بتصرفاته بأفعاله لازم بحيث يعكس الإسلام بشكل صحيح. الناس يقولون إيه ذول المسلمين، ذول أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين، كان واحد يدعي أنه من الشيعة، طبعا الشيعة في اللغة يعني التابع، التابعين. واحد قال للإمام أنا شيعي، قال لا أنت مو شيعي، أنت محب، إيه تحبنا إيه، بس أنت مو شيعي لأن أنت تصرفاتك حسب تعبيري تصرفاتك مو تصرفات صحيحة، إيه تحبنا إيه، هذا مقبول. زين، فواحد كان يقول أنا شيعي في زمان الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، هذا والعياذ بالله ما كان ملتزم، بعض الأحيان يشرب الخمرة. في يوم من الأيام الإمام الرضا قاعد في مجلس، وواحد إجا من النواصب من المخالفين ديعير الإمام الرضا، قال له هذا فلان من أصحابك من شيعتك يشرب الخمر. زين، الإمام شو يقول الآن؟ فالراوي يقول فأطبق الإمام رأسه وجرى العرق من جبينه حياء. شو يقول الإمام؟ زين، هذا هو يقول مو من شيعتنا، ويقول هو ده يدعي انه من الشيعة، يقول مو ملتزم، يقول خزين ليش اصحابك مو ملتزمين؟ فشي يقول له اعمالنا احنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اعمالنا كل سنة تعرض على الرسول وعلى الامام عليه الصلاة والسلام. في الحال الحاضر الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه، كل سنة مرة، في رواية كل شهر مرة، في رواية كل أسبوع مرة، في رواية كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. شايفين مثلا بعض الدوائر، يمكن مثلا هذا اللي قاعد بالدائرة يكتب عن برنامج الدائرة للمسؤول مالته، تقرير سنوي أكو، تقرير شهري أكو، تقرير أسبوعي أكو، تقرير يومي أكو. هذه تعرض كل هذه الأعمال على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، تعرض كل مرة، كل أسبوع مرتين. زين، بعض الأحيان واحد كان في حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، واحد من الزهاد من المقدسين، ألقى التعب إلى أن تمكن من رؤية الإمام الحجة في ليلة الجمعة في حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. شاف أنه أوراق تجي الإمام من فوق من السقف، الإمام يشوفها وترجع الأوراق فوق، يشوف بعض الأوراق يفرح يتبسم، ويشوف بعض الأوراق ويحزن. إحنا الآن إذا أخونا، إذا ابن عمنا، إذا صاحبنا تيشوفنا، نحاول أنه عملنا يكون عمل لائق. زين،
فكيف بأنه الإمام الحجة ده يشوف عملنا، والرسول ده يشوف عملنا، والله عز وجل ده يشوف عملنا؟ فخلي نكون زين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولنكون شين عليهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جدال لازم يكون، أنت صاحب حق لازم تطالب بحقك، أنت صاحب فكر لازم تجادل على فكرك، ولكن مرة عركة وصياح وجعجعة، ومرة لا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا إحنا الآن شيعة أهل البيت وأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وسنوات طويلة مهضومين، كل المصائب تنزل على رأسنا، اللي يسفر منا، واللي يقتل منا، واللي عدم منا، واللي انتهك عرضه منا، زين، واللي صدرت أمواله من عدنا، واللي دخل السجون من عدنا، واللي مفقود ماكو خبر عنه سنوات من عدنا، زين، هاي مصائب جرت علينا، احنا نطالب بحقنا. ليش نطالب بحقنا؟ واحد عيب يطالب بحقه؟ لا، ولكن بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. طالب بحقك ولكن مطالبة معقولة، مطالبة منطقية بالفكر. يعني إذا احنا نطالب الآن بأن يكون الحكم للشيعة مثلا في العراق، باعتبار أن الشيعة يمثلون الأكثرية الساحقة في العراق 85% تقريبا حسب الإحصاء الرسمي اللي ما أعلنوا عنه في سنة 57، زين، معيب نطالب بحقنا ولكن بالتي هي أحسن. احنا 85% نطالب بالحكم أن يكون من عندنا، مو مشكلة، هذا ما في إشكال، لأنه إذا الشرع يقول وأمرهم شورى بينهم، إذا العقل يقول أنه الأكثرية لازم كل واحد يأخذ حقه، والأقليات لهم حقوقها، واحد ما يهضمهم حقهم، لأن الإسلام لا يهضم حق أي واحد، لا يهضم حق أي شخص، حتى الحيوانات في الإسلام لها حقوق، وعندنا روايات كثيرة في حقوق الحيوان أصلا. حيوان له حق، ما إلى الإنسان حق أن يؤذي الحيوان، فكيف الإنسان؟ الأقليات كلهم لهم حقوقهم كامل غير منقوصة، بس الأكثرية ما لها حقها. ديمقراطية، إذا واحد يعتقد بالديمقراطية هي حق الأكثرية، إذا طالبت بحقك وجادلت عن حقك ولكن بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن شقش بها، شنو المشكلة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جدال بالتي هي أحسن لازم يكون. طبعا بعض الأماكن الإنسان لازم هم يستعمل الأساليب المناسبة، يستعمل أسلوب التقية مثلا بعض الأحيان، إذا شعار يضر لا يرفعه تقية، لأنه التقية ديني ودين آبائي، ولكن يجادل عن حق بالتي هي أحسن، هو هذا الإسلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نسأل الله عز وجل أن يتم نعمه علينا، لأن الله أزال الظالم، ما حد ما أزال الظالم إلا الله عز وجل، مو أمريكا أزالت الظالمها، الله أزاله، ولكن الله عز وجل يهيئ الأسباب، يعرف شلون يشتغل. زين، أمريكا هي اللي جابت الظالم، بعدين الله سلطها عليها وهي اللي أزالته، ولكن مو هي في الواقع أزالته، الله عز وجل أزاله، ولكن الله يهيئ الأسباب حسب قدرته وحسب مشيئته. وهاي كان نعمة من الله عز وجل أن أزال الظالم. إحنا إذا شكرنا هذه النعمة أن الله عز وجل أزال الظالم عنا، شكر باللسان الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، شكر بالعمل، شكر العملي هم لازم، يعني نسير على طبق كلام الرسول وعلى طبق كلام الإمام الحسين وعلى طبق كلام أمير المؤمنين، المحبة والأخوة والاتحاد وعدم التفرقة والتواضع، زين، وأداء الحقوق إلى أصحابها. إذا شكر لساني صار الشكر لله، شكر عملي صار بالعمل، اتبعنا الرسول وآل عليه وعليهم الصلاة والسلام، ذاك الوقت الله عز وجل هم يتمم النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. الله عز وجل هم ينعم علينا، أزال الظالم يجيب نعمة ثانية ونعمة ثالثة ونعمة رابعة، ويجيب لنا حكومة صحيحة، يجيب لنا حكومة تحفظ الأمن وتحفظ مقدساتنا وتحفظ حرمتنا وتحفظ أعراضنا، ويجيب لنا الثراء، لأننا العراق بلد الثراء، كل شيء يجيبها النعمة يجيبها، بس بشرط الشكر، اللسان والعمل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لشكر نعمائه وأن يوفقنا للعمل بما قاله الرسول وآله وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.